طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. يا أهل العالم، في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة، مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات ماكو، باوع على الجنب الأخرى. عندنا مقومات موت، عندنا بكيسيات منتشرة بالشوارع، تسلع، عندنا طائفية، عندنا عنصرية، عندنا جهتية حتى داخل المذهب. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. اليوم عندنا موضوعين رئيسيين نريد نتحدث بهم. طبعا قبل ما أدخل للبرنامج، كان الموضوع الرئيسي هو حول إعلان نقابة المعلمين الإضراب العام في العراق، ولكن قبلها لفت نظرنا موضوع آخر، وهو موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 5 كيلو طحين صفر ونص كيلو عدس للعوائل العراقية خلال شهر رمضان القادم. بشرى سارة إلى الشعب العراقي، يعني مجلس وزراء ينعقد ويوافق على 5 كيلو طحين صفر ونص كيلو عدس لكل فرد من العائلة العراقية خلال شهر رمضان المبارك. هذا ما نقلته وزارة التجارة، وأعلنت عن موافقة مجلس الوزراء عن قيام الوزارة بإضافة 5 كيلو غرام من مادة الطحين الصفر للعائلة الواحدة، ونصف كيلو غرام من مادة العدس للفرد الواحد ضمن مفردات البطاقة التموينية. طبعا البطاقة التموينية كنا نعرف بها أنها موجودة فقط بالاسم لشهر رمضان المقبل، يعني بس لشهر رمضان. وذكر بيان الوزارة بأن الإضافة ستكون من تخصيصات البطاقة التموينية المثبتة في موازنة 2019 لغرض توزيعها على المواطنين قبل حلول الشهر الفضيل. يعني والله ما أعرف واحد شي يقول شي يحكي أنه مجلس وزراء ينعقد بدل ما أنه يقول وين الوجبة التموينية والأموال التي صرفت على وزارة التجارة منذ سنوات ولم تصرف البطاقة التموينية للعائلة العراقية. يعني معروف في كل العراق أنه تقلصت المواد من 14 مادة قبل 2003 إلى مادة أو مادتين بالشهر، وفي بعض الأشهر ما في. والمحافظات اللي شهدت، يعني محافظات الأنبار، صلاح الدين، نينوى، اللي شهدت معارك واللي شهدت نزوح، يعني سلمني على البطاقة التموينية وعلى مفرداتها. سنوات مرت ما استلموا ولا مادة، هناك مناطق لم تستلم ولا مادة من البطاقة التموينية. مع العلم طبعا يعني تقريبا تصل ميزانية وزارة التجارة للبطاقة التموينية يصل حوالي إلى 1 مليار دولار شهريا، ولكن أين تذهب هذه الأموال؟ تذهب في جيوب الفاسدين. يعني هذا ردنا ننوه عنه، هذه البشرى السارة يعني اللي أعلن عنها مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء وبعدين قرر أنه 5 كيلوات طحين صفر ونص كيلو عدس، أهم شيء لا تنسون نص كيلو العدس. معنا اتصال أبو أيسر من تركيا، تفضل أبو أيسر. الله يسعدك أستاذ عمر، أهلا وسهلا بك. حياك الله. يا هلا بك أستاذ. إحنا نطالب عن طريق قناتكم الشريفة. نعم أبو أيسر، تسمعني أبو أيسر؟ انقطع. الحكومة. نعم، هي شلة عصابة يعني. ايه انقطع الاتصال. إذا تعيد كلامك أبو أيسر تفضل أبو أيسر تسمعني. نعم. بالنسبة إحنا نطالب عن قناتكم الشريفة. نعم. نطلب أهلنا النازحين اللي بالعراق قاعدين، أنا ما أريد هم يطالبون، أنا مواطن عادي، خلي يحفظون ما يطالبون الحكومة، أي حكومة. نعم. هذول شلة عصابة أستاذ. نعم.
شلة عصابة اللي هو قيس الخزعلي دا يقول احنا رحنا نقاتل قتلة الحسين. نعم. هم راحوا دمروا هاي المناطق وشردوها، يعني انت تريد يعطوهم بطاقة تموينية او يعطوهم حصص، او يعني اطلب انه لا يناجدون، يناجدون اليهود وما يناجدون هاي الحكم الرذيلة اللي تابعة لإيران. خلي لهم كرامة، خلي يناجدون دول الخليج، خلي يناجدون حتى اليهود وما يناجدون هاي الشردمة، لأن هم كرامتهم انهدرت، خلي يحافظون على كرامتهم. مين يطالبون؟ يطالبون هذول الشلة العصابة، يطالبون من عندهم انه يساعدوهم. زين شنو رأيك؟ وحكومة. نعم. شنو رأيك؟ يعني أنا أتأسف على كل مواطن يناشد. نعم. هيك ناس يعني وسخين وزبالة. زين أبو أيسر، شنو رأيك بانعقاد مجلس الوزراء وإعلانه عن بشرة للمواطن العراقي أنه خصص له 5 كيلو طحين صفر ونص كيلو عدس في شهر رمضان؟ هاي مهزلة، أستاذ مهزلة هاي. نعم. هاي مهزلة، دا يضحكون على الناس. هو بلد مهزلة لأنه استلموا لها السراق، وأنا أطلب حتى من الدول المانحة أنه لا تسلم الفلوس لهم، خلي يطلعون شركات ومنظمات دولية تروح تبني هاي المناطق اللي تدمرت، لأن هاي فلوس الدول المانحة راح تروح كلها للسراق ذول الحثالة. نعم. فاللي أرجو منكم أنه تطلبون أنه ما يناجدون هذول الحثالة، لأن يهدرون كرامتهم. نعم. هذول ناس سراق، وهذا اللي الحلبوس اللي نسى أهله وناسه واستلم رئاسة البرلمان عليه أنه يزور ناسه ويروح يشوف شو يريدون ما يريدون. هو ما بيده قرار صحيح، هو جندي شطرنج مخليه، هو على برهم صالح رئيس وزراء راح للبصرة وترك الموصل. ليش هي البصرة أكثر من الدمرة لو الموصل؟ كل من يدور على خبزته وين؟ نعم. يعني تاركين الناس بالعراء ورايحين والله على مي مسمم، ليش ما يقدر يرسلوا لهم سيارات من الماء صافي؟ نعم. بس ناسين هذول، لأن هم أساسا هم دمروهم. نعم. وأني أشكرك. أنا أشكرك أبو أيسر من تركيا. كان معنا اتصال أبو زينب من النجف. تفضل أبو زينب. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يساعدك أستاذ. حياك الله، يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. والله يا الموضوع يعني طال الحديث بي واي، يعني حتى أصبح مسار للسخرية. نعم. يعني عيب بلد مثل العراق، كل خيرات الله بي، وأحنا لحد الآن عايشين على ما تسمى بمفردات البطاقة التموينية، اللي ما واصل من عدها يمكن مادتين أو مادة واحدة مرات. طبعا تيجي مثل شهر الثاني تروح للوكيل يقول لك ترى هذه ما شهر الواحد لو شهر 12 مازلة، يعني قبل السقوط كان حوالي 14 أو 16 مادة، مو الآن ماكو أكثر من مادتين، لو دهن وطحين لو دهن وشكر. ويطلعون هنا سياسيين والوزير وكذا، ونحن والمواطن وطنا وكلنا كذب كذب في كذب. وهنا أرد أسير شغلة ما طوها اليوم مناسبتها بأضافة. نعم. أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. نعم. على مود المناهج وتغيير المناهج، يعني جاي تمرر الطلاب. نعم. ثانيا، وين قانون حماية المعلم والمدرس؟ بعدين وين الرواتب هذه البخسة اللي يطوها للمعلم والمدرس؟ المعلم والمدرس يطلع من إيده رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير ورئيس مجلس النواب والمهندس والطبيب والطيار والبحار وكلهم، مو يطلع حيوان هنا من عندهم كان وكيل وزير تربية وكذا وموجود التسجيل، يقول شنو هذول المعلمين؟ هذول مجموعة من الحمير، مو هذول ابن حمار، واللي عين حمار ابن حفلة. بعدين يطالب بتفعيل القرار اللي صدر الزمن المالكي بزيادة راتب جميع الموظفين من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الرابعة داخل، وبأثر رجعي من 1/7/2013 الآن، وبالذات المعلم والمدرس، كذلك توزيع قطع أراضي عليهم سكنية. يعني أنا أتكلم معاك الآن مدرس عمره 60 سنة لحد الإيجار. نعم. ويجون أطفال استوى صار ونصفه والله يشتغل بحماية فلان، حماية 4 قطع وسيارة حدث موديل
بينقص رواتب مليونين ثلاثة بالشهر وغير امتيازات أخرى. زين؟ نعم. في كل دول العالم أعلى راتب هو المعلم والمدرس ثم الفاضي. وفي العراق آخر راتب هو المعلم والمدرس، المعلم والمدرس بطال. ومن خلال شاشتكم الكريمة أنا أدعو إلى ليس إضراب وإنما إغلاق المدارس نهائيا حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا المشروعة، ونرجع على البطاقة التموينية. عيب على الحكومة تجيب هذا الوزير فاسد وكذا، فليطلع على إيران وعلى تركيا، فليطلع حصصنا المائية ونزرع. احنا كنا دولة منتجة مصدرة الآن نستهلك. وشكرا جزيلا. شكرا ابو زينب من النجف، كان معنا اتصال حنان من البصره. تفضلي حنان. اهلا ومساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا بيك. الخير، موضوعنا عن الفساد. نعم. والهاي عندي فد موضوع حاب اقترح عليكم، واريد اشوف يعني هذا الشيء وان ما هو بينا صار. اخوي واحد من ضمنهم. العنف اللي دا يصير بالمدارس. نعم. ويا الطلاب. نعم. تعرف شنو يعني اساسه وعنوانه؟ نعم. يخلون الشخص يعني هذا اللي عنده بنت او عنده ولد يجبروه جبر في سبيل ياخذ ابنه او بنته، يخليه مدرسه خصوصي. ومنو هذا؟ أبو المدرسة الخصوصي، هاي اللي واحد مسؤول بالبرلمان أو بالوزارة أو هاي فاتح لمدرسة خصوصي. يعني هم هاي سالفة العنف والهاي كلها يعني يستفادون من وراها. هاي شغلة منتهين منها، لأن عدي أخوي أنا يأجرونه ويأخذونه يودونه لهاي المدرسة، والطالبات البقية يعني الفقير اللي ما عنده يصير يسبح كتل ويشبع إهانة من الطالب من القسط من المعلم أو المعلمة. نعم. مين سببها يا أمة؟ هم اللي المسؤولين واللي بالبرلمان يفتحون هاي المدارس الخصوصية ويدرونهم جايين إهان وينضرب وكل شيء يصير فيه. سالفة المواد الغذائية هاي الاثنين منها ماكو أصلا، ماكو تمن، بس تمن ومن هذا المنتهي. نعم. وديه لو اكو لو ماكو، وطحين نفس الشيء، هاي منتهين منها، يعني ماكو شيء اسمه مواد غذائية. نعم. ماكو شيء اسمه اكو مواد غذائية ونروح نستلمها ويجي شيء، ماكو. عندنا عمار الحكيم من يقول طلع فد مرة لقاء يقول انا ما عندي شيء وانا مديون. نعم. ليش؟ وهذا هذا اللي احترق بالبصرة قبل فترة اسمه مول، من اللي حرقه؟ نعم. من أهل البصرة، وسألنا منو هذا؟ المن تابع؟ قالوا العمار الحكيم. إذا ليش يقولون ما عندنا هم؟ نعم. هم ليش يقولون ما عندنا هم؟ جاي يتاجرون يخلون الشيعة قوة ينقصر ويسووا هاي الأشياء في سبيل هم ياخذون من وراه محصول. وجاي يجبرون شبابنا على المخدرات، وجاي يجبرونهم على القتل، وجاي يجبرونهم على النهب والسلب. ليش؟ يل ما عندهم لا عندهم لا توظيف لا شيء. حتى الطالب هسه اللي جاي يتعب ويدرس وهاي ثاني مثلا يكتب الشهاده مالته ويحرقها. نعم. حاله حال غيره، حاله حال العامل ظل يشتغل، وهم لو اكو شغل لو ماكو. يكافي عاد ما يحسون على انفسهم، كافي يندعون بالدين ويندعون بالناس، كافي عاد استحوا خلوا لكم شيء يعني غير مزاحت بعد. نعم. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم وعلي جابهم، حسبي الله. يعني هسه هاي الاسماك اللي اخذت لها فتره قبل، ليش ما حاسبوا؟ ليش ما شافوا من اللي سممها؟ ليش ركبوا ليران راحوا جابوا لنا اسماك من ايران؟ وهم سببه من هو طلع ايران اللي مسممته. نعم. ليش ما يحاسبون هذا الشيء؟ ليش يشوفون الغلط ويسدون راسه؟ ليش هذا من قتل الكاتب؟ ليش من حكى هذا الانسان او صدر شتمه راحوا وكبوه واحتفلوه وانتهى موضوعه؟ ليش واحد من يحكي عن ايران يكبونه بدرعه راسه؟ نعم. لان هم اصلا عملاء، هي الحكومه مو عراقيه بالاصل،
حكومة إيرانية نعلة تهم عليهم وعلى دينهم حتى كرهونا بديننا بمذهبنا. الله لا يوفقهم. بس هذا اللي أريد أقوله. حسبي الله ونعم الوكيل. ونعم بالله. والله يعني أخت حنان موضوع الدين بعيد عنهم، بعيد عن كل سارق، والدين ما يمثل شخص ولا أشخاص، الدين هو دين والإسلام هو إسلام. نعم طبعا أنا أشكرك حنان من البصرة كانت معنا اليوم. نقابة المعلمين أعلنت الإضراب عن العمل في عموم مدارس العراق بدءا من يوم الأحد وحتى يوم غد الاثنين، ونقيب المعلمين عباس كاظم السوداني قال بأن إضراب المعلمين في عموم البلاد يشمل مطالب عدة تشمل رفع الظلم عنهم وخصوصا بما يتعلق بالرواتب والترفيعات والعلاوات، إضافة إلى تأمين سكن يليق بهم، كما وتشمل مطالب المعلمين رفع مخصصات وزارة التربية في الوزارة في الموازنة العامة بما ينهض بواقع البنى التحتية المدمرة ويطور وضع المعلم ويصلح من العملية التربوية التي أصبحت خارج التصنيف الدولي. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو زينب والله يعني حكاية واقعية، قال لك أنا رجال معلم أو مدرس عمر 60 سنة لغاية الآن قاعد إيجار، قال ويجي لك الآن ولد بعده صغير لأن حماية بأحد المسؤولين عنده أحسن بيت وعنده أحسن سيارة. طبعا احتمال مو احتمال ربما أكيد تلقى مثلا هذا كان طالب عند هذا المعلم أو المدرس. والله أستاذ عمر الصراحة زينا بالمعلمين البقية ما انتبهوا لها المسألة، هم يريدون يفصلوهم يجيبون معلمين من بلاد فارس. هو كل شيء موجود إيراني، كل شيء موجود هذا ما شاء الله بالعراق هو إيراني، فقط عن معلمين والمهندسين وغيره غيره تجارة كل هذه السفارات الموجودة بالخارج كلهم دول أصلهم إيرانيين موجودين السفراء والملحقين العسكريين وياهم، لا حد يطلع يقول لي لا، كلهم اللي سفروا صدام اختيار رجعوهم هم وعينوهم. زين ما صور ثقة على المعلمين اذا طردوهم وجابوا معلمين من بلاد فارس. نعم. هم ضايعين عليهم اللغة العربية ما شاء الله، كيف يصعدون المنبر؟ كيف يخيطوا يخربوا؟ كيف يسوي؟ طيب جابوا يعني معلمين باللغة الفارسية، من عم الله استاذ نتعلم لغة فارسية، نتعلم لغة هندية، نتعلم لغة يعني هاي اللغات الأفغانية غيرها وغيرها، ما بيها شيء، فلا حد يزعل عليهم، هم كلها وطنيهم، كلها طلعت ثلاث انتخابات انتخبتهم، ثلاث مدير باسم، ترى بني أمية يجوكم، ها أرجوكم يجوكم بني أمية. هي بالانتخابات الأخيرة ما حد راح أبو عمر. لا هاي الأخيرة أنت عليك تربتهم انتخابات ثلاثة، لا يدخل من دخل مرتين، فكيف إذا ثلاثة؟ فكيف إذا ثلاثة الأوائل؟ إحنا كل الجيش نعرف هاي كلها تزوير وانتهت وخلاص، هو باقين يقول لك إحنا غصبا ما عليكم باقين، تريدون ما تريدون، الماء يضرب جزء يضرب جزء وخروج، هي هاي ما المشكلة. نعم. بس عندي تحقيق أستاذ عمر. مو أنا أريد أسألك أبو عمر، أريد أسألك على اجتماع مجلس الوزراء ويعني وافق على صرف 5 كيلو طحين ونص كيلو عدس في شهر رمضان للعائلة العراقية. اليوم 65 كيلو. مجلس الوزراء اجتمع تمام؟ نعم. وافق نعم. على صرف 5 كيلو طحين صفر ونص كيلو عدس للعائلة العراقية فقط في شهر رمضان. وجبة واحدة يطهم. والله العراقي عنده غيرة يرفضها هذه المادة. هذه المواد يرفضها ويرجعها ويذهبها للزبالة قدام عينهم. زين اكو خيرين ناس شرفاء موجودين بالخارج يستطيعون ان يوفرون 50 كيلو طحين و50 كيلو عدس و50 بطل زيت، كل شيء يوفروا لهم بس يناجدوهم من خلال قناتكم. فاذا كل عراقي يريد ان يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ان يرفض هذه المادة ويطلعون يشمروها بالزبالة قدام عينهم، هذه مو نعمة الله، هذه مو نعمة الله، هذه أموالهم غصبا ما عليهم أن يوفروها للشعب العراقي. فلا تلوم مني على هذا وعلى ذاك، أموال مسروقة بمئات المليارات مسروقة، فلاح الشجاري 5 مليارات بطرقة واحدة سرقة،
زين مو يطلعوا لي يبيعون شرف الله راح يسوون برمضان 5 كيلو طحين وكيلو عدس وما ادري شنو هالشغلات. والله يا عيني ساكن العراقي كل عراقي شريف اذا يريد يرفض هذه الماده ويجيبها من الزباله. انت ما عايش على 5 كيلو طحين ولا على كيلو عدس، لا راح تغنيك عن جوع، تمنك من جوع ولا تغنيك عن فقر. زين يا عراقي اسمعها من عندي. نعم استاذ بس عندي تعقيب على موضوع حلقه الامس بس دقيقه بس. والله ما عندنا وقت ابو عمر، والله في متصلين. أنا جدا آسف منك، جدا آسف أبو عمر والله، لأن في متصلين معنا. اتصال سامي من بغداد، تفضل سامي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلون صحتك؟ شلون حياك الله يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. إدارة القناة أستاذ عمر، شوف التفاوت وشوف يعني صدق مأساة. أستاذ عمر يجي الوزير الأوروبي ويقعد أمام هؤلاء السراق، يعني نعم نعم سامي تسمعني سامي؟ يتقاعد نعم. يتقاعد وحصل له يعني بيت، وتعرف أبناء وأولاده عندهم، يعني عندهم مثلا يصير مثل الجد يعني ماكو. نعم. فهل شن فلس هذا اللي لا عنده قارش ولا وارش، زين ويقعد امام هذا المجرم السارق الحرامي اللي مسوي له عقود عقود وفلوس تجي يعني تطلع من 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 اذنه تطلع، يعني ها يعني سبحان الله، يعني شوف التفاوت بين هؤلاء وشوف التفاوت بين هؤلاء. يعني صاحبنا مني خلص يعرف خاصة هاي الدائرة مالته مثلا. نعم. ما يقدر اني يخرجوا له يطلع برا مثل الفلاح السوداني وبعدين رجعوه سجنوه سنه سنتين وما ادري هسه طلع اعتقد. لا عفوا عنه يبقى في الدائره شمل العفو. ايه ليش ما تدري؟ بصايت لا والله اقسم بالله لا ادري بصايت المالكي مو والله. نعم لان هذا يعني تصور احنا بهيج بلد عايشين مع هيك ناس عايشين وهم هذول مستلمين الدولة. يعني أنا مثلا واحد كل سنة صراحة هي صارت سلطوة سياسية شيعية صراحة، على كل سنة كل 4 سنوات نفسهم يجون وتبقى على أساس هاي السلطوة موجودة، وعلى أساس أنه إحنا من عندنا رئيس الوزراء حتى يبقى البوق والنائب، والسلطوة خاف يجي واحد سني وخاف يطردهم لو شيلوا كذا، هالشكل راح تبقى هالشكل صراحة. يعني تصور هذا يجي كل سنة وصير مسألة اللطم وكذا، هاي العالم اللي تطلع برا عليها يعني يسوون مظاهرات، زين ما تنعلك والدي وكذا، خلوه عادي يروح النجف وكربلاء ويزور وكذا. هاي حتى يعني شعب بيني وبينك والله يا أستاذ عمر، زين شعب تعبان ما يستاهل أصلا واحد لا يطلع له صراحة. لا يعني تصور يا أخي من 2003 بوق ونهب وكذا يا ماشي. هذا الكلام عمر. هذا الكلام مردود عليه صراحة سامي. إحنا مردود عليهم طبعا صح. ما إحنا من الشعب، أنت من الشعب وأنا من الشعب وغيرنا من الشعب، يعني إيه هو أنا جاب لك أستاذ عمر بس هو واحد الوضع يروح يورط نفسه. نعم هو الوضع صعب، واحد يروح يورط نفسه جدا صعب. ويطلع على مجموعة إذا طلعت مظاهرة بسحر التحرير، شوف قوات مكافحة الإرهاب، قوات مكافحة الشغب، جيش، شرطة، ميليشيات، اعتقالات، يفوت مدني يعتقل المتظاهر، إطلاقات نارية في بغداد في البصرة في كل مكان. هذا اللي أقوله. نعم. يا أستاذ عمر خلي أقول لك شغلة بلا زحمة عليك بالله. نعم. عليك زين تفضل. السودان مو ذاك اليوم بدأ السودان، مو أكو 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 ناس أكو ناس وأكو ناس جماعتنا، لأن الجماعة معاهم وكذا وشغلات، وعلى أساس إنهم الأكثرية بالعراق كذا. نعم. يا معود خليها، وهل العشرة ل15 ألف باليوم أطلعها خلاص مالي شغلة بجاري لو يموت جوع. هاي المسألة صارت هالشكل صارت، يعني يشتغل يحصل له شغل بعد سابع جار عساه يروح للنار. هاي الشغلة إحنا ما عندنا مجتمع سابقا في الصورة كان، بس هالشكل حسب ما تفضل ابو ياسر من تركيا وشي يقول كل واحد يقرب النار الخبز
معقولة يعني شو صار بالشعب العراقي؟ لهذا واحد يطلع برشاشة لو يطلع مسدسة وبعدين يتأذى لو يمسكوه على على ايش؟ ما حد ما يساعده، ما حد ما انا اقول لك هذول هؤلاء يغادلهم شلون صراحة. واحنا احنا دا نشتغل عليه هاي الشغلة يعني، خاصة في بغداد والبصرة وبالشمال. شلون هذول المسلمين بدر مسوي لهم قوائم سابقه، احنا راح نسوي لهم قوائم سابقه خاصه ضد ذول المجرمين اهل ميليشيا الحشد. كل واحد نعرف، نحاول نعرف وين ساكن وين عايش بسبيل حتى بعدين يجي يوم القصاص عليه. وشكرا، تحياتي لدارة القناة. أشكرك سامي من بغداد كان معنا. معنا اتصال ابو بلال من بغداد، تفضل ابو بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. حياتي لشخصك الكريم ولكل الأخوة في هذه القناة. حياك الله يا هلا بيك. أستاذ عمر، أنت ذكرت قلت الشعب آني وأنت وكذا الأخ المتصل. أقول لك أستاذ عمر، أنت الشعب، أنت والعاملين بالقناة الشرفاء وكل عراقي الآن فرط دينه وخرج خارج البلد ورفض أن يكون ضمن حلقة الظلم الموجودة بهالبلد، هذا هو الشعب الحقيقي. الشعب الحقيقي هي العلماء الحقيقيين. الشعب الحقيقي ال 200 ألف سجين الآن موجودين داخل معتقلات كانوا داعي هذه الحكومات. أما البقية نعم شعب، الشعب نايم. أستاذ عمر بس اسمح لي أقول لك، البارحة سمعت مناظرة بين شخصين. نعم. أحد الأشخاص قال له للشخص اللي يدافع عن إيران، قال له لماذا إيران تحارب الدول العربية؟ قال له إيران تريد أن تنشر المذهب الشيعي. قال له طيب، لو فرضنا أن العالم كله صار شيعيا، قال له هل يظهر مهدي منتظر؟ قال له لا، حتى تملأ الأرض ظلما وجورا. تصور أستاذ، نعم. يعني قلنا لو الدنيا كلها صارت شيعة، المهدي المنتظر يطلع يقول له لا، حتى تملأ الأرض ظلما وجورا. فأقول يا شعب العراق، يعني أكو بعض ظلم وجور أكثر من هذا؟ يعني ألا تشعرون أنهم يسخرون منكم بخمس كيل وعدد؟ ألا تشعرون أن هذه الحكومة تضحك منكم؟ ألا تشعرون أن هذه الحكومة تحتقركم؟ يعني تنظرون إلى مليارات تذهب الداران وتذهب إلى حزبات وتذهب إلى الحوثيين وتذهب إلى بشار وتذهب إلى البرلمانيين وأنتم كيفين بخمسة كيلو عدد؟ والله العظيم أستاذ عمر، عندنا وكيل غذائية نص كيلو عدس، نص كيلو عدس، رحم الله والديك. والدي أستاذ والله العظيم قالوا أستاذ وكيلات الغذائية هذول صايرين حكومة داخل حكومة، يعني بإمكانه يقول لك حصة ما عندي ونصرها عليك. والله العظيم أكلوا علينا حصة أربعة أشهر مستمرة، نعم على تفاهته وعلى قلة كمياته، لكن والله يقول لك ما عندي وما عندي وما طانيها وتكوح شدري. نعم. يسوي ليش؟ لأنه هو بس قوية تجارة. أبو بلال، أكو مناطق ومحافظات سنوات صار لهم ما ماخذين من البطاقة التموينية. لا أستاذ، هي صحيح ماخذين بس هاي مصروفة. هذه صرفت، هذه صرفت وقبضت قبضت بالضبط. صرفت طبعا، هذه هم دي يقول حصرفناها. لا هي بس هي وين راحت؟ راحت تجيب الفاسدين. فاستاذ اقول للشعب العراقي، الى متى يا شعب؟ مو النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل وقال له يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال له قاتله فعل امر زين. فانت يا عراقيين يعني بالله عليك، اذا زين تعاركوا وواحد ضرب الثاني راجلي وذاك سكت ما رد الرجل، هذا الأول راح يضرب رأيك ثاني وثالث ورابع خامس إلى أن يهينه، هذا تيصير يعني كفخات مستمرة على وجوهنا وإحنا ساكتين. يعني والله العظيم هذا الأمر يدمي. والله أنا سمعتك تسولف هذا الموضوع أستاذ عمر، يعني قلبي قام يبكي قبل عين. يعني شنو 5 كيلو عدس وحصة مرصود لها شهريا مليار دولار يا أمة الإسلام، مليار ميزانية دول أفريقية، مليار بالشهر ميزانية بعض الدول الأفريقية. زين وين تروح هذه الساد؟ كلها لدعم الاقتصاد الإيراني، والله العظيم كلها لدعم إيران. بسم الله الكريم، إيران كسرت حصارها التي فرضته أمريكا عليها في أموال العراق. نعم. زين مجرد مقابل سكوت هؤلاء عن الظلم. أنا ما أريد أطول عليك يا أستاذ عمر، بس لا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول لك أنتوا أهل الغيرة، أنتوا اللي خارج العراق أنتوا أهل الغيرة، أما اللي داخل العراق فدول أنتوا ناموا صبحاً على الخير. إن شاء الله الخير باقي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الخير باقي فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا حضرتك والقناة الراشدين وكل الكادر، ونشكر الحكومة الموقرة على هذا الإنجاز العظيم طبعاً.
واقول مبروك للشعب العراقي، مبروك هذا الانجاز العظيم. وحتى لا يطلع واحد ويقول الحكومه ما مهتمه بالشعب، هسه عليكم ان تنتظرون بس 3 اشهر وهيئوا نفسكم لان راح تستلمون 5 كيلوات طحين صفر ونص كيلو عدس. نعم. لكل عائله. ولا تنسون طبعا بعد شهر رمضان راح يستقطعون 5 كيلوات طحين من حصه الطحين للشهر اللي يلي شهر رمضان، لانه صارت السنه الماضيه حسب ما سمعنا، يعني بالنسبه لي والله ما استلمت. نعم. سمعتوا يا شعب العراق العظيم، بحياتكم كلها اكو دوله من دول العالم ينعقد بيها مجلس الوزراء ويهدي شعبه بهيك مكرمه؟ راح ينطوكم طحين صفر ونص كيلو عدس بعد تردون، وخلي يطلع واحد ويقول كان نظام صدام حسين ظالم الشعب. اكثر من 16 ماده غذائيه يستلم المواطن، وحتى امواس حلاقه ومعجون طماطه ودجاج وبيض، يعني فعلا كان نظام صدام حسين ظالم الشعب. استلموا المكرمة ومبروك عليكم، وخلي الشعب نايم. ويا حكومة يا حقراء، مع احترامي لحضرتك واللي يستمعون، أكثر من 30% من الشعب العراقي تحت خط الفقر، وأكثر من 7 ملايين مواطن عراقي عاطلين عن العمل، وأكثر من 2.5 مليون من المواطنين العراقيين مشردين، معظمهم ينام بالعراء. وبفضل نظامكم الفاسد المجرم العراق تصدر قائمة أسوأ دول العالم من كل النواحي، وبغداد تصدرت لعدة سنوات طبعا قائمة أوسخ عواصم العالم. وبسبب تسلطكم على رقابنا بالعراق أكثر من 2.5 مليون عائلة ما عندها متر واحد بالعراق. وبسبب تسلطكم على رقابنا من 2003 إلى هسه، الأحزاب اللي يدعون بأنهم أحزاب إسلامية سرقت من أموال الشعب أكثر من 700 مليار دولار. تدعون يا شعب العراق بأن مافيات الفساد تهرب كل أسبوع أكثر من 800 مليون دولار من بنوك سويسرا. وبسبب هاي الزمرة المجرمة سالت أودية من الدم العراقي بمعظم محافظات العراق، وثلث العراق سقط بإيد داعش وبكل سهولة طبعا، وضحكوا على الشعب بالحشد الكفائي، وراحت الشباب المحرقة الموت نيابة عن أبناء السادة المسؤولين اللي يتمتعون بأموال الشعب وغارقين بالملذات مالتهم بدوي وبيروت ولندن وباريس وبقية دول العالم. وهسه أشباه الرجال وأشباه السياسة أو أشباه الساسة يمتلكون العقارات ومليارات الدولارات بعد ما كانوا نكرة يعيشون هم وعوائلهم على الإعانات بدول المهجر. مبروك عليكم بعد اشتردون يا شعب العراق 0.5 كيلو عدس وخمس كيلوات طحين، ولا تطلعون تظاهرات ولا تطالبون بالماء ولا تطالبون بالكهرباء ولا تطالبون بالتعيين، وهاي كفاية عليكم بعد يا شعب. والله كافي كافي تبقى نايم، إلى متى تبقى نايم على هاي الزمرة المجرمة؟ ليش مكثور عليهم؟ يعني شو وقت راح تحس وتقول هذول ظلموني؟ بس تطلع تظاهرات وصيح احنا نريد حق من حقوقنا. هذولا ما يفيدوا ياهم استاذ عمر، والله العظيم ما يفيدوا ياهم غير زين ابو ناصر مكلم. نعم، اريد اسالك حول موضوع الاضراب اللي اعلنت نقابه المعلمين اليوم مباشر في عموم، يعني دعت المعلمين الى اضراب عام في عموم العراق. الناس يقول لك احنا نريد ترفعون لنا الرواتب، نريد مستحقات علينا، مثل ما قال اخونا ابو زين من النجف، قال لك انا معلم وصار عمري 60 سنه وما عندي قطعة أرض تطنيها الدولة، قاعد إيجار. طيب أستاذ عمر، يعني هو المعلم أو المدرس اللي يطالب بحق من حقوقه أو أبسط حق من حقوقه، وأكو بعضهم يعني بعقود قاعد يدرسون بعقود وما مستلمين رواتبهم. الحكومة ما مهتمة لهم، الحكومة مهتمة للرفحاوي اللي عايش بالملاهي وعايش بدول العالم ويستلم كل واحد من العائله مالته 1.5 مليون. شو لهم علاقه بالمعلم والمدرس هذا اللي يخرج اجيال، اللي هو خرجهم لهم بالذات ووصلهم للمكان اللي هم قاعدين به هسه؟ منو من عندهم ما تلمذ على ايد معلم او مدرس؟ لكنهم ما يردون، والله العظيم يا استاذ عمر ما يردون. شعب يرتاح لا معلم ولا مدرس ولا مهندس ولا طبيب وطني شريف، ما يردون العراق يتقدم. المهم عندهم هذول الرفحاويين اللي واحدهم استلم 1 مليار دينار عراقي وقاعدين بالخارج يتمتعون بأموال الشعب، وهذول كاتلهم الضيم. خلي يلتفتون على هالمعلمين الفقراء اللي رواتبهم متدنية، خلي يلتفتون على المتقاعدين اللي خدم 30 سنة وأكثر من 30 سنة ويستلم 400 ألف دينار بالشهر، والرفحاوي اللي قاعد لأربعة أشهر بمخيم رفحاء على السعودية
ويستلم مليونين ونص بالشهر هو والطفل اللي بعد ما مولود، يعني هاي منو يرضاها؟ يا لا دين لا شرع لا قانون، منو شرع هذا القانون؟ محمد الهنداوي اللي شرع القانون وهو يستلم 4 رواتب عدا راتب رفحة، بأي دولة هاي صايرة يا أستاذ عمر؟ لكنه والله العظيم للمسؤولية الكبرى يتحملها بس الشعب، الشعب إذا ما يثور عليهم والله العظيم راح يبقى يصيح ويتمنى يتمنى يتمنى أن يحصل على لقمة خبز. نعم، أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا، كان معنا اتصال أم عبد الله من بغداد. تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. تحية لحضرتك وتحية قناتكم الشريفة ولكل العراق الشريف. أستاذ هاي الخمس كيلوات اللي كانوا يطلون إياها ترى هم كانوا يطلون إياها سابقا، بس هسه زيدوا نص كيلو عدس وكان يطلون إياها الخمس كيلوات نهاية رمضان حتى نسوي كليت لا أكثر ولا أقل. نعم. يعني هذا التصرف، يعني هذا يعتبروه فد إنجاز إنه اجتماع مجلس الوزراء على مود نص كيلو عدس وخمس كيلوات طحين، ليش ما يجتمع إلى تحسين الوضع العام، حل مشكلات المجتمع العراقي؟ أنا أعرف إنه كل عراقي ينتمي إلى وزارة هو يعاني ما يعاني. يقول لك إذا فسد البلاد فسد التعليم وفسد القضاء، اعتبر إنه الدولة هي فاسدة. وبالفعل هذا الشيء اللي نشوفه إحنا في العراق. أستاذ يعني المخطط اللي إحنا المفروض لازم نفكر إنه هذا من وراء هذه الأسباب، ليش وصل العراق إلى هذا الوضع؟ ليش إنه العراق لا كرامة له؟ يعني احنا لو نفكر زين، يعني ماكو مثقفين، اعتقد اكو مثقفين واكو بيحتون خارج البلد وبيحتون داخل البلد، زين وين موقفهم؟ يعني احنا بنشوف احنا ايران بتنفذ مخطط اسرائيل. اسرائيل تقول كانت تخاف من الدول العربية خاصة العراق وسوريا ومصر، فهي يعني دخلت عن طريق إيران، فسدت الشعب العراقي، سيطرت على كل ممتلكات الشعب العراقي مع أمريكا، وهذا هدف أمريكا حتى تأمن إسرائيل. أستاذ إحنا الشغلة هي شغلة لازم تكون تحل بتفكير من العراقي، العراقي المثقف وين صار؟ إنه هذا من دي يستلم نص كيلو عدس وخمس كيلو وات، معناها وين وصلنا إلى هاي المرحلة؟ خلي يشوفون دول العالم من ينطون للاجئين وينطون للمهجرين عفوا. نعم. يقومون بعملية تنظيم قانون، شلون يقعدوه أولا في مكان يلوق بكرامته وينطوه مخصصات مالية، لا ينطوه نص كيلو عدس ولا ينطوه طحين وهو يتصرف بحياته. احنا دلينا نفسنا بانفسنا استاذ. نعم. احنا حتى الاعتصامات اللي حصير بالقطاع التعليمي تركوا كل شيء ما يسوون، لانهم ما طول سكتوا عن المتظاهرين في البصره وما لبوا اي طلباتهم. ترى الشعب العراقي اذا تسد كل المدارس ويعتصمون كل المدرسين والله العظيم ما تهز شعره من البرلمان. ليش المخصصات البرلمانية مستمرة بدون انقطاع وينفوهم مخصصات إيجار حتى يليق بمكانته وهو كل شيء ما نسوينه؟ زين أما العراقي متبهدل وناجح وديعاني من الجوع والفقر ويلات الأمطار ويلات البرد، يعني هذا وين الشعب العراقي؟ بس أرجع وأقول الشعب العراقي ما يفيده إلا بتلاحمة، وخلي يكونون يعني مع الاعتذار أنا من أقول الشيعة، ترى الشيعة هم السبب في إيجاد هذه الظلمة الفاسدة بالعراق، وإحنا ترى نحكم من قبل 9 شخصيات فقط، ترى لا برلمان يحكمنا ولا ينفذ لنا قانون ولا ينفذ أي شيء. أنا أشكرك أم عبد الله كانت معنا من بغداد. طبعا اليوم مفوضية حقوق الإنسان دعت الحكومة إلى التعامل بإيجابية مع المطالب المشروعة للمعلمين في العراق، وتحدث عضو المفوضية أنس محمد حول هذا الموضوع وقال بأن الإضراب والوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها المعلمون يومي 17 و18 من الشهر الحالي تحمل صرخة موجهة إلى حكومة عبد المهدي للنظر
بجدية لإنصاف هذه الشريحة، وطالب عبد المهدي بضرورة الاستجابة، محمد طالب رئيس الوزراء عبد المهدي بضرورة الاستجابة إلى مطالب المعلمين كونها جزء من التزامات العراق الدولية وأهمية الإسراع بحسم وزارة التربية بعيدا عن التجاذبات السياسية. خلونا نقرأ بعض رسائل الواتساب. يقول السلام عليكم أخي، كل اللي يتصلون كلامهم صحيح، بس الحل وين وشنو؟ أنا أخوك أبوه هما. والله الحل هو بنخلص من ذول الفاسدين اللي دمروا العراق. معنا اتصال، علي من بغداد، تفضل علي. علي تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. علي البرزنجي وياكم بغداد. حياك الله، أهلا وسهلا بك علي البرزنجي حبيبي. تحية أول شيء لأبو ناصر من تركيا، أخ شريف وعزيز وعراقي أصيل، حياك الله. اللي يشوف أناقة رئيس الوزراء والوزراء في الفيديو اللي معروض، نعم، يعتقد أنه إحنا قاعدين في فرنسا. يعني فمتى يقول رئيس الوزراء الشعب العراقي فليأكل الشعب العراقي الكيك بدل أن يأكل العدس إذا لم يعجبه العدس والطحين؟ نعم. طبعا أنا ناشد أهل الجنوب الشرفاء، نعم، أن يخرجوا أولادهم وأبنائهم وفلذات أكبادهم من الحشد الشعبي إذا كانوا هم عراقيون أصلاء ويدعون العراقية الأصيلة. نعم. لأن هنالك مؤامرة كبيرة تحاك على أبناء الحشد الشعبي وعلى الشعب العراقي، مؤامرة يفجر العملاء التفجيرات ويلصقها بأبناء السنة ويحشد الحشد الشعبي على أبناء السنة لتهجير السنة وتقسيم العراق. وهذه مؤامرة جديدة وقادمة، ابتكرها طبعا القاسم سليماني مع مقتدى الصدر في اللقاء الأخير في لبنان، وهذا الشيء لم يعلن طبعا. فأنا أناشد أهل الجنوب، أناشد أهل الجنوب، يا أهل الجنوب الشرفاء، اسحبوا أولادكم من الحشد الشعبي، اسحبوا أولادكم من الحشد الشعبي، يكفي لقد ضاع الشرف ولقد ضاعت الكرامة. إلى متى الموت لإيران والعزة للعراق، نبقى عراقيين ولا أحد يتحكم فينا. نعم، شكرا جزيلا. أنا أشكرك علي البرزنجي، كان معنا من بغداد. يقول السلام عليكم، رسالة على الواتساب، يقول أستاذ عمر، يقول أصبح الوضع المعيشي بصورة عامة في العراق تحت خط الفقر، والشعب العراقي لا حول ولا قوة له، وينتظر الفرج من الطرف الخارجي ويعتمد على الوعود ولا يقدر أن يعبر عن حريته، كما يقول الفساد الإداري والمالي ينخر العظم. رسالة أخرى يقول فيها الشعب العراقي يعاني من الجهل كما يقول بسبب عدم دعم المعلم والتربية من قبل الحكومة. أنا أعتقد بأن الأحزاب الفاسدة والعميلة متقصدة في ضرب التربية والتعليم بجعل من الشعب متخلف ولا يثور عليهم لأنه يهدد مصالحهم. نطالب بدعم التربية والتعليم ومساعدة المعلم في كل المجالات. نعم، رسالة من علي يقول فيها، طبعا هو اللي اتصل أخونا علي، يحيي أبو ناصر وتحدث في الرسالة بنفس ما تحدث به في الاتصال. نعم، إذن احنا تحدثنا اليوم على موضوع اضراب المعلمين. طبعا كما أشرنا أنه نقابة المعلمين وهناك يعني نية قوية من قبل النقابات في المحافظات على هذا الإضراب حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم. اليوم الأحد وباشر الإضراب، مجلس محافظة بابل كذلك أعلن تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة لليوم الأحد، وقال رئيس المجلس وكالة إبراهيم الخبط بأن مجلس بابل قرر اعتبار يومي الأحد والاثنين شباط عطلة رسمية لجميع مدارس المحافظة فقط تضامنا مع مطالب المعلمين. كذلك مجلس محافظة كربلاء طالب المحافظ بتعطيل دوام المدارس ليومي الأحد والاثنين دعما لمطالب الكوادر التدريسية
وقال المجلس في بيان له بأنه يتبنى مطالب الملكات التدريسية والتعليمية لا سيما إصلاح القطاع التربوي وإنصاف المحاضرين المجانيين وإطلاق حملة وطنية لبناء المدارس. وهذا يعني يأتي تزامنا مع دعوات للإضراب التي أشرنا إليها. كذلك نقابة المعلمين في البصرة أعلنت عن استجابة جميع معلمي مدارس البصرة للإضراب الذي دعت له نقابة المعلمين في العراق. مسؤول العلاقات العامة في النقابة شاكر رجب قال بأن جميع معلمي ومدرسي المحافظة استجابوا للإضراب وتم تعطيل الدوام في كافة المدارس، وهدد بإعلان إضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالب المعلمين وأبرزها الحصول على قطع أراضي واحتساب الترفيعات وإقرار قانون حماية المعلمين. يعني بالفعل المعلم في العراق صراحة مظلوم، يعني هذا المعلم اللي وصل اللي علم الوزير واللي علم الطيار واللي علم الضابط واللي علم القاضي ياخذ راتب أقل، ما عنده قطعة أرض، مهمل من قبل الحكومات المتعاقبة. نائب عن محافظة النجف فاضل جابر أكد حاجة المحافظة إلى بناء 300 مدرسة في عموم مناطق المحافظة، ومعروف أنه هناك إحصائية في وزارة التربية تؤكد بأن العراق يحتاج إلى بناء 25,000 مدرسة في جميع أنحاء العراق. إذن تحدثنا عن الإضراب العام الذي أعلنت عنه النقابة العامة للمعلمين في العراق، وكذلك تحدثنا عن اجتماع مجلس الوزراء وتخصيصه وموافقته لخمس كيلوات طحين ونص كيلو عدس للعائلة العراقية بمناسبة قروب شهر رمضان المبارك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.